بمشاركة مجموعة كبيرة من أهم الفنانين المصريين والعرب في مصر والدول العربية، افتتحت فعاليات معرض مصر الدولي للفنون إيجيبت آرت فير بالقاهرة في دورته الثالثة. السنة دي تقريبا مشارك معنا أكثر من 125 فنان، 15 جاليري من أهم الجاليريز الموجودة في المنطقة العربية، سواء من مصر أو من السعودية أو من دبي أو من لبنان أو من الأردن. مشارك معنا تقريبا أكثر من 650 عمل فني. السنة دي المعرض أنا شايفه مختلف تماما، أحسن من كل سنة، بيطور نفسه، بيبتدي يجذب فنانين عالميين من دول مختلفة. الفن نفسه المشارك السنة دي في كاتيجوريز كتيرة جدا وفي أنماط مختلفة جدا بتناسب كل الأذواق والاتجاهات الفنية. المعرض يعتبر من أبرز الأحداث الفنية والثقافية في مصر والمنطقة العربية، حيث شارك به عدد كبير من المعارض المصرية والعربية وأصحاب التحف الفنية والرسامين والنحاتين الذين وصلت أسماؤهم للعالمية. أنا لقيت كتير موجودين من الوطن العربي من كذا بلد وكذا ستايل، وبيدعم الأعمار كلها، وناس حتى لسه مبتدئين شوية في النهو هم أشوف شغلهم في معارض، فدي حاجة مميزة جدا ومش أول سنة لي أجي كمان. من أكتر الحاجات اللي عجبتني تنوع الثقافات اللي في كل ركن في المعرض، كل ركن بشوف فيه كالتشر مختلفة، بشوف فيه ألوان مختلفة، بعيش إحساس مختلف. فعالية وتجمع يشارك فيه عدد متزايد من الفنانين وأصحاب التحف الفنية المهمة لتقديم أفضل ما لديهم من أعمال وتجارب فنية، بالإضافة إلى تبادل الأفكار وخلق مجالات للعمل واستحداث مسارات مختلفة للتعاون. أهداف عديدة يسعى إليها المعرض.